أهلا بكم، أهلا بكم كل أعزائي المشاهدين والمتابعين. أهلا بحضراتكم من كل مكان في العالم ومن كل مكان في الوطن العربي. كما حذرنا في الفيديو السابق وقلنا أن هناك انقلاب في الطقس وانقلاب غير عادي، وستسقط الأمطار الغزيرة والسلوك في بعض الأماكن، بل وستتسبب الأمطار في السيول والفيضانات في بعض المدن الأخرى. فالآن السعودية تمتلئ بالثلوج، بل يأتوا بالجرافات الآن لإزالة الثلوج من الشوارع والطرقات، وأيضا الثلوج تقع في الحرم المكي وفي مكة المكرمة والمدينة، وأغلاق الطرق وأغلاق المدارس والجامعات. فيلا بينا نشوف تحذيرات جديدة إلى السعودية في الساعات القادمة، وكمان من الكوارث التي يعني تنزل على تركيا واللعنة الموجودة على تركيا. فسنشاهد بالفيديو إعصار قوي في وسط تركيا. يلا بينا نشوف الأخبار، ودايما نقول اللهم نستودعك الأرض ومن عليها، اللهم نستودعك كل شعوب العالم الأبرياء. وسنؤكد في هذا الفيديو ونحذر بعض المدن الأخرى والدول الأخرى من يعني ضربات الطقس وتقلبات الطقس الخطيرة في هذه الساعات القادمة. وقبل ما نبدأ بفكر حضراتكم بعمل اللايك والإعجاب للفيديو علشان فريق القناة يحس انه يعني بيكافئ على عمله وعلى مجهوده. فياريت لو حضرتك تعمل اللايك والاعجاب دلوقتي، هكون شاكر لحضرتك مقدما. وكمان يا جماعة ما تنسوش تحذير الاخرين، احنا نتكلم على المدن كتيرة مش السعودية بس ولا تركيا، ولكن ياريت تحذروا الاخرين وتشاركوا، تعملوا مشاركة بالفيديو مع اصدقائكم او تشيروا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أو تنشروا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة وتحذير الآخرين. كمان لو حضرتك جديد معانا وعايز يوصلك كل جديد، ياريت تشترك في القناة وهتدوس على الزرار تحت الفيديو المكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب بالإنجليزي، سيصلك كل جديد في كل ساعة وكل لحظة. يلا بينا نشوف أول خبر معانا بيقول إيه. وطبعا هذه العواصف الرعدية، انا حبيت اوريكم شكل الخريطة. يوم الاربع 12 ابريل، يوم الاربع 12 ابريل بعد الظهيرة، يعني لو حضرتك بتشوف الفيديو ده يوم الاربع الصبح، يبقى بعد الظهر بعد الساعة 3 او بداية العصر، ستجد هذا المنظر وهذه العواصف الرعدية. هتبقى عواصف رعدية خطيرة موجودة في العراق والموصل خاصة وبغداد، عواصف رعدية في وسط تركيا، سوري، في وسط السعودية وجنوب السعودية وخاصة في المدينة ومكة المكرمة، عواصف رعدية في الأردن وعمان وبيروت، بل بيروت سيسقط فيها الثلوج، عواصف رعدية في جنوب وشمال ووسط سوريا. فبنقول لحضراتكم خلي بالكم في هذه المدن بالذات، وعواصف رعدية في شمال جمهورية مصر العربية وخصوصا في الدلتا، وعواصف رعدية في السودان وضفاف البحر الأحمر. ولو رحنا للمغرب، بعض العواصف الرعدية في مراكش في المغرب وفي جنوب المغرب. يبقى خلي بالكم كل ده هيبدأ يوم الأربع 12 أبريل بعد الظهر أو الساعة اعتبارا من الساعة 3
بعد الظهر او بداية العصر، وهنشوف هتقعد قد ايه وهتكمل لغاية مساء بالليل هذه العواصف. واما السعودية والعراق هتكمل معاها يوم الخميس، يعني بعد ما تنقطع مساء هتكمل يوم الخميس وبعدين تختفي يوم الجمعة. السعودية طوال الاسبوع عواصف رعدية، ولو شفنا الامطار هنلاقي ان الامطار اعتبارا من برضو اليوم الاربع امطار تقريبا في كل مكان، وهتبقى امطار رعدية ايضا. وعلى الرياح فستكون الرياح معظمها في البحر الاحمر والبحر المتوسط والسعودية وبغداد والعراق والاردن وسوريا وبيروت وحلب، معظمها معظم الرياح والسودان رياح قوية جدا، اما المغرب والجزائر فرياح ضعيفة. طيب معانا ايه الاخبار وايه اللي هنشوفه دلوقتي؟ هنشوف بالفيديو الثلوج تغطي عدة مناطق في المملكة العربية السعودية، وده التاريخ اهو يا جماعة الثلاثاء 11 ابريل، ومازال يوم الاربع بنفس سقوط الثلوج موجودة في السعودية. وحذر هنجيب لكم الفيديوهات كمان دلوقتي، حذر المركز الوطني للأرصاد NCM المواطنين من أخذ الاحتياطات اللازمة بعد أن أصدر تقريره اليوم عن توقعات حالة الطقس في المملكة العربية السعودية. وأفاد التقرير أنه من المتوقع أن تشهد مدن مختلفة في المملكة من بينها مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة قد تصل إلى حد السيول، وكانت تلك المناطق قد شهدت تساقط سلوك كثيف احتاجت إلى جرافات لإزالتها من الشوارع. وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة. هنجيب باقي المقال وهنجيب لكم الفيديو أولا. طبعا اللي انتوا شايفينه ده مش في أوروبا ولا في أمريكا، ده في السعودية جرافات بتشيل زي ما انتوا شايفين السلوج. هذه هي السلوج يا جماعة في السعودية، وشفته من قمة الحر إلى قمة السلوج والشوارع التي قفلت، وده كله في السعودية يا جماعة مش في أمريكا ولا في أوروبا. هذه المناظر في السعودية مش في أمريكا ولا أوروبا. وطبعا معانا فيديوهات كتير ولكن عشان حقوق الطبع والنشر فمش قادرين نجيبها. معانا كمان هذا التحذير، سقوط ثلوج وأمطار على الحرم وغلق مدارس وجامعات بسبب الطقس في السعودية، وده يوم الأربعاء 12 أبريل فجرا. وهذا التحذير لكل السعودية. لو شفنا هذه المناظر في السعودية، ده منظر من مكة المكرمة، الثلوج تتساقط على مكة، وأيضا باين جدا من الصورة الثلوج تتساقط على مكة. وطبعا يعني مش تغير غير عادي في المناخ يا جماعة، تغير وانقلاب مناخي في لحظة، وإغلاق المدارس والجامعات والطرق. ويشهد الحرم المكي الشريف منذ أمس سقوط أمطار وثلوج بسبب حالة الطقس التي شهدت تغيرات خلال الأيام الماضية في المملكة العربية السعودية، واتخذت السلطات السعودية كافة الاحتياطات لحماية المعتمرين خلال شهر رمضان الكريم من هذه الأمطار والثلوج. وفي السياق متصل أعلنت مدارس وجامعات سعودية عن تعليق الدراسة الحضورية غدا بسبب حالة الطقس التي أعلن عنها المركز الوطني للأرصاد السعودية. وأعلنت إدارة التعليم بمكة والمدينة المنورة والعلا ومناطق أخرى عن تعليق الدراسة الحضورية غدا في مدارس المدينة، وذلك بناء على التقارير الواردة. وستكون العملية الدراسية مستمرة عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة والطالبات والمنسوب والمنسوبات.
برضو ربنا يكون مع أخواتنا وأحبائنا في المملكة العربية السعودية. معانا فيديو وهنا اللعنة، اللعنة الموجودة على يعني تركيا. أنا مش فاهم، من زلازل وأعاصير. طبعا في فيديوهات كتير عن الأعاصير والثلوج اللي موجودة في تركيا، بس احنا استعرضناها كتير، واحنا عارفين ان الطقس على معظم مدن تركيا وحوالي 40 مدينة طقس سيء جدا جدا مع الزلازل التي تقع حتى الآن. وقلنا عدينا كده 25,000 زلزال، نأتي إلى إعصار. إعصار موجود في فيديو وثق مرور إعصار كبير وسط تركيا، مش عارف انتوا شايفينه ولا لا، هحاول اجيبه تاني. الاعصار اللي انتوا شايفينه ده في اقصراي، والاعصار باين ودمر بعض البيوت وبعض اسطح المنازل، ملحقا اضرارا بالمنازل والاراضي الزراعية. وطبعا اعصار خطير، ومش هنقدر برضو نجيب الفيديو كتير، كما تسبب بوقوع مأذنة احد الجوامع مسببا جرح امام الجامع. مش هنقدر نجيب طبعا الفيديو بالكامل يا جماعة برضو عشان حقوق الطبع والنشر، ولكن كل اللي نقوله ان اعصار كبير وسط تركيا، وده في قناة يورو نيوز، وجاية برضو في موقع نبض الاخباري يوم الثلاثاء 11 ابريل 2023. وهنا بنقول هذه لعنة، يعني لعنة على تركيا. اعصير والاعصار مش حاجة وعدت، ده بيدمر، وحتى الان في فيديوهات كتير قوي هتنزل ليه بعد شوية او حسب ما يبدأوا اللي صور يقدر يبعت. ولكن احنا بنقول من اعصير لحوادث لسلوج لعواصف لزلازل، هناك لعنة على تركيا. وفي كل فيديو يعني اكرر مناشدتي للحكومة التركية، ارحموا من في الأرض ليرحمكم من في السماء، وافتحوا السدود على العراقيين وعلى السوريين. السدود التركية يجب أن تفتح للعراق وسوريا. من يرحم من في الأرض سيرحموا من في السماء، وهذا الكلام أكرره في كل فيديوهاتي وأناشد ده للحكومة التركية. نخش على مصر. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات المقبلة، وتحذير دعاجل وكلمنا عليه لجمهورية مصر العربية. الجو هينقلب، درجات الحرارة هتنزل بالعشرة 15 درجة مرة واحدة، في ثانية واحدة، في لحظة واحدة. فنحذر جمهورية مصر العربية لمدة 72 ساعة، هيبقى ارتفاع في الحرارة وبعدين برودة وبعدين أتربة وبعدين رمال وبعدين أمطار رعدية، وكل ده هتشوفوه في يوم واحد ورا بعض. فنحذر مصر. نؤكد برضو هنا اعصار اللي بيتكلم عليه بتاع تركيا جاي تاني، ونأكد الامطار رعدية وغزيرة، وده في الكويت نيوز. احنا بنأكد على الكويت كمان، الكلام ده قلناه في الفيديو اللي قبل كده بس بنأكد. امطار رعدية وغزيرة وانخفاض في الرؤية الافقية ورياح مثيرة للغبار على اخواتنا واحبائنا في الكويت. والعراق واخد النصيب الاكبر من العواصف الرعدية والامطار الرعدية، العراق وخاصة الموصل. وتحذير من امطار غزيرة وسيول من اليوم وحتى الخميس، وده كان الثلاثاء يوم 11 ابريل، احنا بنكلمكم النهاردة الاربعاء 12 ابريل. فخلي بالكم يا عراقيين من الايام القادمة، مش حاجة بسيطة. العراق بالذات النصيب الاكبر هي والسعودية. وكمان بنتكلم على اخواتنا في الاردن، والاردن تحذر طقس امطار غزيرة مرتقبة وتحذيرات من العواصف الرعدية حسب الاقمار الاصطناعية. وده تحذير برضو لأحبائنا وأخواتنا في الأردن وخاصة عمان، وكمان بنحذر أخواتنا في سوريا وفلسطين، ونحذر أخواتنا في كل بلاد الشام وبيروت اللي فيها هينزل سلوج،
وكل بلاد الشام. ربنا يحفظ حضراتكم ويكون معاكم. الجو في انقلاب والتغير المناخي هيأثر في كل مكان في الدول العربية، وموضوع لعنة تركيا الإعصار هنتابعه ونشوف في ايه، ونجيب لحضراتكم التفاصيل في الفيديو المقبل. ربنا يكون معاكم ويحفظكم. حذروا اخواتكم زي ما حضرتكم وصل لكم التحذيرات، انشروا الفيديو، شاركوه مع اصدقائكم، شيروا الفيديو في كل مكان، ما تنسوش عمل الاعجاب واللايك علشان اللي تعب من فريق القناة يعني يستحق ان احنا نعمل له اعجاب ولايك. كمان يا جماعة ما تنسوش الاشتراك في القناة لو عايز يوصلك كل جديد. في نهاية الفيديو لم يتبقى لي الا شكر حضراتكم، بشكركم على وقتكم وعلى وجودكم معي لهذه اللحظة، وانتظروا الفيديوهات القادمة هامة جدا. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام ختام على الجميع.